ربي أعطي فرصة لأرضى بحياتك، بدي ربي هو يكون السيد على ذاتك، بدي أنسى همومي وعدت كل امتيازاتك، بدي أقوى على ضغطي وعلى ملذاتك. عندي فرصة مع يسوع، عندي فرصة مع يسوع، عندي فرصة مع يسوع، عندي فرصة مع يسوع. مرحبا يا أصحاب، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم فرصة. تعودنا عليكم، تعودتوا علينا، منحبكم كتير وعم حبكم أكتر لما تبعتولنا رسائل وتعطونا آرائكم الحلوة على الإيميل. تعودتوا دايما تحصلوا على سيدي فرصة، بس على شرط تبعتونا على الإيميل الموجود عم يطلع عندكم بأسفل الشاشة. دايما رسلونا ووين ما كنتوا بالعالم السيدي رح يوصل لعندكم. حلقتنا اليوم منوعة مثل العادة وحلوة كتير، وفيها كمان غنية، فيها رسالة، وفيها سكتش كتير حلو بيعلمنا دروس لحياتنا ناخدها زوادة لأسبوع الجاي ولكل حياتنا. اليوم حلقتنا هي عن كيف نقتنع. أوقات كتير بيبقى عنا كل شيء وبدنا أكتر، أوقات ما بيبقى عنا شيء وبالكاد نحصل على شغلة. مشان هيك إذا كنتوا هلأ عم تحضروني، في ناس منكم يمكن عندها تلفزيون بالبيت، أكيد لا عم تحضروني، بس في ناس أصحابكم يمكن أو أهلكم بالحي أو رفقاتكم بعاد عنكم أو بغير منطقة حتى ما عندهم تلفزيونات يقشعوا أو يحضروا فيها أي برنامج. مثل ما في كمان أنه في ناس عندها تياب، في ناس ما عندها تياب، أكل مش أكل، أهل مش أهل، يعني كل ناس عندهم، في ناس عندهم أكتر، في ناس عندهم أقل. شو حلو بالحياة أنه نقتنع ونكتفي باللي عنا. رح نحضر أنا وياكم سكتش ومنرجع منعلي ومناخد العبرة منه أكتر وأكتر. خلونا سوا نشوفه. وأخيرا وصلنا. وينه مازن؟ يلا هلأ بنديله. مازن؟ مازن؟ نعم 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 بعيط لي. مرحبا مازن. مرحبا جنى. كيفك؟ منيح. أنت منيحة؟ ايه كتير منيحة. عظيم. تتذكر خبرتك عن صديقي كريم؟ نعم. هيدا هو كريم، وقلت لك بدي يجي نقضي نهار انت وياه وتلعبوا سوا. اوكي نعم. اوكي انا رح خلي كريم عندك، بس بدي منك تتسلوا وما تنسى تعرفوا على زينة وعلى فريد. اكيد اكيد. اوكي نعم. يلا بدكم شيء؟ بدك شيء مازن؟ نعم. يلا باي. باي كريم. ايه بدي على الطريق. باي. اوكي مفا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك؟ منيح؟ مرحبا. شو في عندك العاب؟ عفوا بدي العب. بدك تلعب؟ طيب شو رايك نلعب بالقله؟ بالقله؟ شو مفكرني بعدني ولد صغير حتى نلعب بالقله؟ طيب يويو؟ شو رايك نلعب باليويو؟ باليويو؟ طيب ما عندي مشكله. يلا يلا يلا. ها تفضل، هيدا اليويو، تفضل خذه. شو شاطر. يلا فرجينا. شو هيدي اللعبة؟ كثير مملة. ما عندك لعبة غيرها؟ كيف كيف هيدي؟ ما فهمت. طيب ما عندك لعبة غير اليويو؟ شو رأيك نلعب باسكت بول؟ ما بحب الباسكت بول. طيب جيم بوي؟ عندك جيم بوي وبعد ما قلت لي؟ أكيد أكيد بسرعة جيب لي إياها. طيب لحظة لحظة يلا. وين هي؟ يلا بدك لاقيها. طيب يا حبيبي. تفضل تفضل. اعطيني اياها. هيدي اللعبة المفضلة عندي. ليك ليك شوف عم بربح، عم بربح. ايه فعلا كثير قوي. شو سريع. شوف شوف قد صرت مجمع. فعلا كثير قوي. ليك مازن. نعم. ما عندك لعبة غيرها؟ بوف لحد تزهق منها؟ ايه بليز جيب لي لعبة غيرها. طيب طيب في عندي طيارة بيمشي الحال؟ عندك طيارة وبعد ما قلت لي بسرعة بسرعة جيب لي اياها. طيب يلا يلا بجيبها. شو بس سعيدة وين حطيت الطيارة يا حي؟ تفضل اعطيني اياها. مازن ما عندك طيارة غيرها؟ طيارة غيرها؟ عفوا بس ما بتعتقدر انك عم تكون مزعج شوي؟ انا مزعج؟ نعم.
انا ضيف عندك ولازم تحترمني. بدي خبر جنى. خلص خلص، ما في لزوم تخبر جنى. روح اذا ما بدك خبر جنى، لازم تجيب لي لعبه ثانيه. لعبه ثانيه؟ طيب شو رايك نلعب غميضه؟ تلعب غميضه؟ طميشي يعني؟ فكره، بس على شرط. شو؟ من بعد ما نخلص لعبه الغميضه بتجيب لي كل العابك. مش مشكله، تكرم عينك حبيب قلبي. يلا انا رح اتخبى وانت بتعد. اوكي طيب، فاذا انا رح عد وانت رح تتخبى. يلا يلا بلش عد. واحد اثنين ثلاثه. شو هيدا؟ كل لحظه بده لعبه. خليني اهرب من هون واتركه يعد لوحده. ايه شو هالشغله؟ 12 13 14 15 16. وين معقول تكون عم يتخبى؟ أكيد رح أكمشو. مرحبا مرحبا. مش شايفتين عم نبش على مازن؟ حضرتك كريم؟ إيه أنا كريم. إيه حكيتنا عنك جانا. بعرف، بس أنا هلأ عم نبش على مازن. خبرني انه رايح يزور صديقه سامي. ليه انت شفتي مازن؟ انه بلا كان راح يشوف صديقه سامي؟ يعني هرب مني وتركني عم عد لوحدي؟ طيب على كل حال ما بعرف. في عندك العاب؟ بلا عندي لعبه كتير حلوه اسمها ساشا. لعبه نيا، انا ما بحب ابدا العاب البنات. طيب شو رايك نلعب غميضه سوا؟ بدك اياها نلعب غميضه كرمال تهربي مني مثل ما عميل صديقك مازن، مش هيك؟ انا لا لا ابدا ابدا. طيب اذا بدك نلعب غميضه هالمره انا رح اتخبى وانت رح تعدي. طيب طيب انا رح عد. يلا بلش. اوكي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. معقول؟ هلأ هيدا هو كريم؟ إيه معه حق يهرب منه مازن. أنا كمان رح أهرب من هون. يلا كريم. جنى كريم ليه عم تبكي؟ ما حدا بده يلعب معي. وين زينة ومازن؟ تركوني وهربوا. يي ليه؟ أنا بعرف إنه زينة ومازن كتير لطفة. أنت عملت معهم شي يا كريم؟ أنه طلبت من مازن يجيب لي كل ألعابه. كل ألعابه كريم؟ إيه لأنه لعبة وحدة مش كافية، بعدين أنا ضيف والضيف لازم يتكرم. يا كريم. جنى بتعتقدي أنا كنت غلطان؟ أكيد. أنت شو بتعتقد؟ بعتقد أنه أنا كنت بزعج عشان هيك تركوني وهربوا. خلص كريم جنى. يا صديقي شو هالقصة؟ عطول بشوفك زعلان. أنا رح خبرك سر صغير تيضلو قلبك فرحان. لو عندك مية لعبي مش راضي باللي عندك، حتى ولو صاروا ميتين رح بتضلك ملفك. إذا عندك لعبي وحدي أنا وراضي فيها، سر اللعبة تيضلو قلبك فرحان. ما تشوف غيرك شوف شو عندك، ما توقف لحظة الشكران. وإذا عندك لعبة وحدي أنا وراضي فيها، افرح باللي عندك وبتشكر الله عليها. شوف الرب وكرمه معك شو مقدم لك عطايا. رب بيعطي منه هدايا.
ومثل ما شفنا بهالغنية إنه ربنا فعلا بيعطينا كتير أكتر أوقات ما منفكر أو حتى منستاهل أو حتى منتخيل إنه ممكن يعطينا، ولكن عن جد ما بعرف ليش أوقات في ناس وكتار ما بيقتنعوا باللي عندهم. هلا رح اقعد انا وصلي انا وياه وكل الاشخاص اللي عن جد فعلا حاسين انه دائما بدهم اكثر وما عم يقتنعوا باللي ربنا عطيهم اياه. يا رب نشكرك على كل عطاياك، نشكرك يا رب على محبتك، نشكرك يا رب لانك عطيتنا الحياه، عطيتنا معها كثير اشياء حلوه. يا رب اذا انا اليوم ما عم بقتنع باللي انت عم تعطيني اياه، إذا أنا اليوم يا رب حاسس دايماً بدي أكتر، ساعدني حتى يا رب اقتنع باللي أنا عايشه واتطلع دايماً باللي أنا عندي وأشكر وأشكرك عليه. وفعلاً مثل ما هلأ سمعنا كمان بالترتيلة، بدل ما اتطلع بغيري شو عنده اكتفي باللي عندي، وأنا أطلب منك أكيد، وإذا أنت إرادتك أنك تعطيني أكيد وأنا أكيد يا رب أنك رح تستجيب وتعطيني اللي أنا بحاجة لإله واللي بيكبرني وبينميني بالنعمة والقامة وبيساعدني حتى دائما أعيش برضاك وتحت جناحك. إنما في كتير أشياء أوقات يا رب ما بنتبه بطلبها وبديها من كل قلبي، ولكن هي منا منيحة لإلي أو ما بتساعدني تأكبر فيك. يا رب هيدي بعدها عني وعطيني القناعة أني اقتنع بكل شيء أنت عطيني. أمين أمين. من بعد هذه الصلاة رح أنا ودعكم وبشوفكم بالحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير، تصبحوا على نور، وحلقة جديدة من فرصة مرتجي. باي. تصبح على خير، تصبح على نور، روح الرب حولك يدور، تغمض عين وترفع عين، تكون الليلة بركة وسرور. تصبح على خير، تصبح على نور، روح الرب حولك يدور، تغمض عين وترفع عين، تكون الليلة بركة وسرور. بكرة بيطلع نهار جديد، كل الدنيا أفراح وعيد، رب من عنده يعطي ويزيد، أيام سعادة والعمر يعيد. بون نوي ادو غاب Que cette belle nuit s'achève. Oh bon soin de l'Esprit Saint, qu'il te préserve, sauf et Et toute la vie t'accorde joie, et le bon Seigneur veillera de t'épargner malheur et trépas. تصبح خير، تصبح نور، روح الرب حولك يدور، تغمض عين تغفى عين، تكون الليلة بركة وسرور. بركي أعطي فرصة.